على ما اروح اصحي العيال من يوم اصحي وارجع. اي والله والله تكفى سالفه البرقع انت الرجال اللي هاك اليوم. شوف 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 هذا مجرم 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 مجرم. اتعلم انا ما يدخل خلاص يلا هات البرقع هات البرقع. هلا لا اللي بيجاوب الصقار هات بيجاوب الصقار هات البرقع ها زين عطل جاوب. ابو علي يبغى يمدح فرمان زين ايوه قال والله انك صقر عليه برقع. لا قال صقر اول شيء قال صقر ايه بعدين قال قلت انت ايش بعيونك كذا قال هو الصقر كذا عشان اذا لبس البرقع وانا زعلت هو زعل ذاك اليوم طبعا جاوب يا ابو علي ما فيها شيء برقع نعم انا زعلت الصقر احنا نسميه برقع الصقر لابس برقع حلوه صقر يعني بس برقع عادي كهيئه للصقر يكون مغطى يعني هذه الفكره ايه لا لا وكمان يضعف النظر اذا ما كان برقع عليه شفت انا زعلت انا ما اقول انصفك والله هو يقول لا لا انصفك والله هذا لي انا دم يا غرمان لانه ما صدق تقابل انا كلامك صح طلع يا ابو علي لا وقال واذا في راسك شيء يطلع لي هنا اقول ما اقدر لكن ايش غرمان قربت يا اخوك قربت الطير ايه بيعدلها الطير لو بدون برقع ما يلبس البرقع الا اللي ما يشوف الطير اللي لك عليه ها يبرقعون يدبل كبود ايوه ابو علي قال يا ابو علي قال صراحه بنوتع اصدق احمد اسمع ترى الطير فائدة البرقع اول شيء يحافظ على النظر حقه لانه صقر حر احمد ثانيا انا ما ادري يا احمر يا مولا يا احمر يا احمر يا ولد ثري شكلها خلفه وانا وانا حسبني كان والله ما دريت انها خلفه الا يوم شفتها الحين على ابوه خلفه وانا حسبني كان والله يا اخي وانا احسب اني اقول سوي فيها مولع خذ الحذاء حقه وخلها انا ابو راشد اليوم مولع ما شاء الله كم مقاسك يا اخوي تقول باص دورين تقول ما شاء الله لا تكسر ما شاء الله تبارك الله تقول خف الله تقول خف بعيد احس انه ما يرجولك هذه يا اخي حتى فيها احس فيها رطوبه بعد يا بالساحة لا والله ابو راي يا الله ظل والله تحتاج مكيف داخل حر كنا رجل بطه والله كنا بطه ما ادري اي والله يا اخوي احس اني متورط شايل معي احد تقول زعانف زعانف والله كان عقد تقول تقول ليش شريتها؟ ليش شريتها؟ هذه حصلتها في محل واخذتها وحطيتها عندي في الدولاب ولها عندي سنة انا اتوقع ذا المحل ما عندهم الا هي والله الظاهر هي انا ما شفت الا هي واخذتها على انها مميزه قلت لا تنقطع الحين احس انك راعي مصلخ انا ما عرفت امشي صدق ما عرفت امشي ابو راشد ابو راشد ابو راعي مصلخ ذي قام يقلد البطه ما عرفت امشي فيها يا قلب البطه شلون تمشي فيها؟ اي والله تعرف ميكي ماوس والله يا ابو راشد تعال تعال كانك تمشي في مويه تعال يا الياس حتى تطيح كانك تمشي في وسط مويه يا ابو راشد احس انه في احد متقاطع معك في لبسه الله يعيننا على هذا اليوم الله يعطينا خير هذا الحظ اي والله يا رب العالمين لا اشوى عدت على خير لا لا يعني الحين الصقر ومبرقع مسكين وكذا ضعيف ما عنده احد لو بدون برقع اقول مشكله والله عليك ابو علي هذا الطيب طيب احنا بنختم ترى يوم 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 لبسها ابو راشد يقول بيختم وصارت كذا ونصها تقول والله رجول بطه والله انك صادق والله صدق والله صدقني صدق ما بقى مويه الله يجزاكم خير شكرا لكم صراحة وأنا أستودعكم الله لأن يوم آخر يوم بجي بسافر إن شاء الله الله يوفقكم جميعا شكرا صراحة شكرا لأبو عدنان شكرا أبو علي شكرا أبو علي شكرا أبو محمد جزاكم الله خير من أجمل الحلقات ومن أنتم أجمل ناس والله أجمل ناس الله يوفقكم إن شاء الله بإذن الله تسلم يا حبيبي أبو علي الله يوفقك يبغى يبعد عن شري بس قاعد لا والله أنا أقول أمانة وصادق فيها من أروع الناس اللي جلسنا معهم هون الربع أيوة ابو راشد يلا حق الجرح يبرى وعارفين ان اسلوبه هذا ما هو الجذب المتابعين ويسعدهم ترى كذا مع عيالي طقطق والله العظيم والله مع عيالي طقطق مع جيراني الله يحفظهم الله يحفظهم عينهم ان شاء الله ما تسجلوني في التبعيه مالي احد ويميتني معك لا بس بدون ذا الجزمه دي يلا والله الصدق يلا لا الله يحفظكم ويبارك فيكم البرقع لك شكرا لك المهم انه جبنا نقول سمع علي
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. التسامح طيب. جزاك الله خير. الله يسامحكم جميعا. انا بكره موجود ان شاء الله. لكن ابو راشد السموحه اذا ان احد اخطا بشيء ولا عفو ولا شيء احنا نقول الله يبيح المشاهدين والحاضرين وكلهم ويسامحونا كذلك اذا قصرنا بشيء. والله انا اعتذر ايضا منكم كلكم لو اخطات في حقه قبل على راس كل واحد فيكم. ما احنا براضيين. ما احنا براضيين. انت بيوم المستجد انت مضبوط. يا ابو عدنان خله يختم. خلنا نختم ابو عدنان. ابو راشد بس راشد يحتاج لحاجه يعطيك 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 من هالدبات يعطيك اخر شيء ثم قال بختم ثم شوي يعطيك يعطيك ثم قال بختم. ها هو من اليوم يعطي يعطي اجازه نصيحه توكل على الله. ترى انا شفته بقسم النساء هذه الشنطه. حاول عليك يا ابو اللون ما ابغى حتى غرماني اللون 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 من جنبه اللون رجال في المطار في المطار العام صورنا هذا اللون مع بعض الناس. دقيقه ابو علي ابو علي والله انه خجلنا. دقيقه اسمع ابو علي هذا وش دقيقه هذا وش هو لا انا اقول اللون صح ولا لا انا جيت على اللون من شنطة يرجع من هي لهذه شنطة يا مدام المين هذه أنا هذه ما أخذت تعرف ليش بروح للمول اليوم. لا لا أبو راشد أبو راشد أبو راشد هذا الحليب ولا الرضاع الثلاجة لونها نفس لون ذا شوف بعد موف إيه يا والله والله جزمات الحمر تصلحك يا أبو راشد سرق ثلاجة أبو راشد الله يهديك. أقول أمتحن واحد من أخويانا وإحنا في المطار يا اخي ايش لك ثلاجه يا اخي حمراء الشنطه هذه ثلاجه حمراء ابو راشد مع الجزمه تجي طقم مين جايبها هذه في المطار في الطياره ايوه وننزل في المطار وعودي يتصددون الناس عنا من كلامنا لين حصلت الشنطه ذي لا لا والله ما عجبني شنطه يمكن غلط الرجال مستعجل بالطياره بتطير واخذها ايه. وحطها ابو راشد انها شنطه حريم مسكت هاي انت صادق والله نزلنا المطار ضحك الطياره ضحك نزلنا هناك في السياره رايحين لفرشه تالت اليد وضحك ابو راشد يدقق ابو راشد احمد واحد ما سافر معي طقطقت على شنطته والله دبها في ذيك الديره عيا ياخذها والله ما اخذها يقول كرهتني لا ابو عدلان ابو عدلان هو مع شنطه مع شنطه لا تنسدح ولا توقف ما ادري ايش تبي هالشنطه ذي والله جاي على وجهها يلا يلا جل في امان المخرج يقول طف وجهكم يا امان الله اقعدوا بالعافيه بكره ان شاء الله نغير الشنط كلها والجزم والجزم صباح على المصحف يا ربي من شنطتي شنطتي